من ناحية حسية بغذي هاي العضلات الستة في كل عين. العصب الحائر والعصب التاسع ليش بغذي العضلات هذه حسيا؟ لأنه أي ضغط على العين هذا مصدر خطورة على الجهاز العصبي وعلى الجسم، وأي ضغط على العين بشكل كبير إذا بدنا نضغط بالطريقة هاي ونضغط نضغط نضغط وعملنا ستريتش يعني شد لهاي العضلات المحيطة في العينين، هذا مباشرة بحفز القلب على تخفيف نبضات القلب سرعته وضغط الدم مباشرة بينزله، فقط إننا نضغط على عينينا بالطريقة هاي أو نرفع تحت الجفن ونضغط للأعلى وبالطريقة هذه. يعني هاي طريقة وريفلكس معروف في الكاردياك أوكولار ريفلكس، طريق عصبي من العينين للقلب مباشرة، واللي بيوصل المجسات الحسية هي العصب التاسع والعصب العاشر اللي هو العصب العاشر الفيغاس نيرف، وهدول بيعملوا مع بعض. وفي هاي الحالة أي ضغط على العين معناته إشارة عصبية للقلب إنه ينزل من دقات القلب وينزل من سرعته وينزل من ضغط الدم مباشرة بدون مشاورة لقشرة الدماغ. هذا ريفلكس. ريفلكس يعني بيجي من العين من المجسات الحسية والأعصاب هذه وبروح لجذع الدماغ، ومن جذع الدماغ من الأعصاب الثانية هي نفسها التاسع والعاشر بتوجهوا في الحالة مباشرة للقلب بحيث يكون في عملية تأثير مباشر على ضغط الدم. عشان هيك ممنوع نضغط على عينينا لأنه هذا حيسبب لنا دوار ودوخة بسبب نقصان في ضغط الدم. فكونوا حذرين المهم في الضغوطات على العينين، اضغطوا فوق العينين حوالين العينين بس مش على العينين بنفس بحد ذاتها. العين ما بتحب الضغوطات، العين بتحب شوية حرارة شوية دفء. يعني بحرك ايدي بالطريقة هذه 10-20 مرة بولد شوية حرارة وشوية طاقة الكترو كهرومغناطيسية. الحركة بتولد الطاقة، هذه الطاقة بتولد الحرارة، الحرارة بحطها على عيني بالطريقة هذه مع الشحنات الإيجابية اللي موجودة في إيدي، وباخد شهيق وبرفعها لفوق وزفير مرتين ثلاث مرات، بعدين برد بحرك إيدي بحميهم وبرد بحطهم مع رائحة البطيخ. هيك الواحد يعني بحفز البطيخ بحفز إفراز السيروتونين هرمون السعادة هرمون الانبساط. عشان هيك بالصيف وفي الأجواء الحارة البطيخ من الفواكه المنعشة، والبطيخ أول فاكهة مفيدة لأمراض القلب والشرايين.